ساهم في جنة الزجاجيل والمحافظ المرحوم عبد السلام حسين طلبوا غبي عبد الحليم. أنا مش استطعت أجمع تبرعات يعني تبدي أو فلذي والله عبد الحليم هو تعبان نزل مع المحافظ جمع تبرعاته وعمل 3 حفلات في الزجاجيل عشان يقدر يعني مثلا يدي الجمع بقدر ما يستطيع يعني لان الجمع طبعا عاوز مليارات مش عاوز. فالمهم عبد الحليم يعني ساهم فيها باكبر مبلغ يستطيع. الحليم يعني كان دايما يعني ميال للخير على طول. ثم عبد الحليم ادى مصر بقدر ما يستطيع يعني بقدر ما يستطيع اداها أقل حاجة يعني كله أي حاجة يعني تبقى ذكرى لعبد الحليم أو الناس تشوف الحاجة دي تقول مين هو ده ويعني لازم الناس تعرف إيه اللي عمله عبد الحليم. الناس هتعرف اللي عن طريق الإعلام وعن طريق التمثال أو عن طريق الحاجة دي. ما هو لازم يعني لازم زي ما اداها في الدين. المحافظة ما فيهاش ولا شارع باسم عبد الحليم ولا تمثال باسم عبد الحليم ولا أي حاجة.